السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا بهذا اليوم ضمن الارك سوات، بعد ما اكملنا تحضير البيانات اللي هو يشمل اللاند يوز ماب اند لوك اب تيبل الخاص بها، وكذلك اللاند السويل ماب واللوك اب تيبل الخاص بها، وكذلك تعرف السلوب، خريطة السلوب ايضا مجهزينها احنا، وكلها تلقونها بالقناة ان شاء الله ضمن سلسلة سوات. راح نسوي بلاي ليست خاص بها، فقط خاصة بسوات. وكذلك حضرنا الوذر ستيشن، شنو هي الوذر ستيشن اللي نحتاجها، وكذلك بيانات الوذر هاي لحد الان حضرناها. هسه بعدين راح نتعلم شلون نسوي سوات بروجكت، شلون راح ننشئ سوات بروجكت سيت اب من هنا نتعلم انه ننشئه، وكذلك راح نسوي الووتر شيد ديلينيشن، وراح خطوه خطوه راح نجي عليهم. هسه محاضرتنا هذا اليوم شلون راح نسوي بعد ما اكملنا محاضرة السوات بروجكت سيت اب شلون نسويها، واكملنا محاضرة الووتر شيد ديلينيشن اللي هو يتضمن اوتوماتيك ووتر شيد ديلينيشن، الغرض من عنده راح يحسب لي مساحة الجابية، يحدد لي البيزن اللي ضمن منطقة الدراسة بعد ما تنطي انت الديجيتال اليفيشن موديل تعلمناه بهذيك المحاضرة، حتى يرسم لي الريتش اللي يمر خلال هاي المنطقة، وكذلك يقسم المنطقة الى سب بيزنات. وهاي دا نلاحظ احنا امامنا هنا، هاي النقاط تمثل نقاط الاوتلت المتواجدة، لو نضيها بغير لون هسه هنا حتى انه تكون واضحة. اوكي، هاي نقاط الاوتلت. هسه هنا الووتر شيد، هاي الووتر شيد هسه اذا اخفيها راحت التقسيمات الداخلية، هاي هنا صارت هاي الووتر شيد التقسيمات الخارجية او الموجودة هنا. كذلك بعد الووتر الريتش اللي هو يمثل لنا المجرى مال النهر، وهذا البيزن بصورة عامة هي هذا التحليل الاول الووتر شيد ديلينيشن، نطلع من عنده هاي التحليلات، يطلب من عندنا الدم اللي راح نمشي عليها، وبعد ما نحدد نسوي له ماسك اللي يعني وين راح يكون شغله بالماسك، هل اخذ لك الووتر شيد كلها الخاصة يعني منطقة الدراسة كلها احللها نفس الوقت، لو تقسمها انت تصير بها تقسيمات. هسه احنا مبدئيا اخذناها كلها منطقة الدراسة، فمن سوينا ماسك بالمحاضرة الخاصة بالووتر شيد ديلينيشن سويناه كامل لهاي المرحلة كلها. فننتقل هسه المحاضرة بالاركسوات، هو الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اناليسيس فور اركسوات، هذا عنوانها راح يكون. من اضغط على هاي راح تتفعل هاي، ليش؟ لان انا مشتغله الخطوه الاولى اللي هو سويت سوات بروجكت، وبالمناسبه اي خطوه اسويها بالسوات بروجكت بالووتر شيد ديلينيشن هنا او هنا اروح تلقائيا اقولها سيف حتى يحفظ لي اياها. شلون هسه احفظها؟ بعدين راح نجي شلون اقدر افتحها، راح ان شاء الله نتعلم عليه باذن الله. نجي على الهيدرولوجيك ريسبونس اناليسيس، اضغط على هاي، مجرد ما انه اضغط عليها راح يطلب من عندي ثلاث خيارات اللي هي اللاند يوز داتا والسويل داتا والسلوب. اروح على اللاند يوز داتا، اول شيء هنا بده يقول لي انه حملي الماب الخريطه الخاصه باستعمال الاراضي، تلقائيا راح احملها منها. عندك خيارين للتحميل، الاولى اما سلكت اللاند يوز لاير من الماب، اما تختارها من الماب او تحملها من الديسك. شنو يعني يقصد انه الخيار الاول سلكت اللاند يوز لاير فروم ذا ماب؟ يقصد بيها انه انا قبل ما انطي هذا الخيار اقدر احملها هنا، استدعيها تلقائيا، اسوي لها استدعاء لهنا وين انا مخزن اللاند يوز لاند كفر ماب، اروح استدعيها مباشره. هاي راح اسوي لها هنا استدعاء، يعني اخليها تجي على سطح مثل ما نقول او ضمن شاشه البرنامج اللي انا فاتحته حاليا اللي خاصه بسوات هنا. فهسه هنا هذا عندي اللاند يوز لاند كفر سوات، وانا عندي هذا اللاند يوز لاند كفر سوات كود، اروح اختارها هاي وضعتها هنا، راح تجي هنا تنشئ لي هاي موجوده. فاقدر من اختار الخيار من هنا لاند يوز لاند كفر واضغط هذا الضغطه اقول له اختار لي اياها سلكت فروم ماب، يعني منين؟ من الخريطه، لان انا جبتها لهنا. فاقول له اوبن جريد، هي كانت ام شيب فايل؟ لا كانت جريد، فهسه طلعت لي اول وحده هاي، مجرد ما اضغط عليها اقول له اوبن. او عندك الخيار الثاني اذا تريد ما تستدعيها، مجرد تضغط منها تروح على لود حمل لي اياها مباشره من الديسك،
تلقائيا تروح على مكان التخزين ولا تقول له اول راح يبدأ يسألك هذا السؤال، هل انت الشيب فايل هاي سويت لها بروجكتد، يعني تأكدت من الاحداثيات مالتها؟ ليش؟ لانه ذا الاحداثيات اللي خاصة بها غير متطابقة مع احداثيات الديم والبيزن والووتر شيب، ما راح يصير عندك تطابق، راح ينطيك الاشارة مال الرسالة يقول لك مثلا this layer is not overlap، ما تتطابق مع مثلا الووتر شيد او مع البيزن. فدا يسالك قبل ما هذا يقول لك هل انه سويت لها انت بروجكتد وتعلمنا البروجكتد شلون يصير اسقاط كل خريطه الاحداثيات مالتها حسب الزون مال منطقه دراستك. فاذا انه بروجكتد قل له كونتينيو، يقول له نعم يس، راح يوديك الى منطقه الخزن تقدر تختارها منها. تمام، يعني وين تم سويها تخزنها، او قلت لكم تقدر تستدعيها الى يعني واجهه البرنامج اللي انت فاتحه لتشتغل بيسوات، وتقدر تستدعيها عن طريق الماب. عندك خيارين، فهسه راح استدعيها عن طريق الخيار الاول لان انا استدعيتها اصلا من سطح البرنامج. فاقول له اوبن، كانت بيا شكل مخزنه انا جبتها جريد لان هاي نهايتها، دا يقول لي انه الامتداد مالتها تف مو شيب فايل. فاذا شيب فايل هنا تضغط، هسه عندك الشيب فايل فقط ذني الووتر شيد والبيز الموجود هنا، الجريد هذا من المتواجدات الجريد، الدم والماسك والسورس دم واللاند يوز، انا احتاج هاي. فاقول له اوبن، فهسه بعد ما اختاريته راح يسوي لها الها سيلكت اليا هنا، بس شوي تاخذ وقت. وراح نجي شلون راح يطلب من عندنا الامور الثانيه بعد ما احدد له اللاند يوز لاند كفر دات. هسه راح نشوف شو راح يتغير بالواجهه هنا، شنو راح يطلب من عندي. مجرد انه ننتظر بدي احملها الي حتى نبدا عليها انه نشتغل. بعد ما يكمل انه من تعطي اوبن راح يقول لك انه اللاند يوز لاند داتا سكسفولي لودد اند كابلد، وغطت الباوندر. يعني اهم شيء انت من تعمل ال اوكي تقول له اوكي تمام، انه دا يقول لك غطت اوفرلاب، ده هنا انتبه على هاي العباره اوفرلاب اوف 100% من السب بيزن من البيزنات وذاوت اني بدون اي يعني متبقي من اللاند يوز داتا ما مغطي، كلها مغطيه. هذا الشيء يدل، اقول له اوكي هذا الشيء يدل على انه اني اللاند يوز لاند كفر اللي مسويتها البروجكتد مالتها نفس البروجكتد مال الدم الاصلي. اوكي بما انه نفس الدم اذا هاي تمام، لازم نتاكد من عندها يعني نفس الاحداثيات ثلاثتهم. ثانيا قصيتهم على نفس الشيب فايل، مو قصيت الدم على شيب فايل يختلف عن الشيب فايل اللي قصيت بيه اللاند يوز وراح يختلف عن الشيب فايل اللي قصيت بيه، لا هذا الشيء غلط، لازم انه اني اتاكد من عنده. فهسه هنا حمل لي اياها. اوكي تميت، تاكد من عندها انه تحملت، حتى تنتبهون انه تغيرت الوانها، تحملت هاي لاند يوز لاند كفر داتا. ارجع لهنا من هذا الخيار، راح بعد ما انه قلنا له اوكي، هسه تلقائيا بس ننتظر هاي يعني انه مجرد دا يحملها الي، هسه تحملت الي، راح اني دا يقول لي انت الخيارات الجريد فولد على سويتهم كونتنت لو فاليو، لا احنا مسويين الفاليو. هسه بالدليل راح اشوفكم اللوك اب تيبل اللي شارحته اني بمحاضره ضمن الاركسوات هاو تو بريبير اللاند يوز لاند كفر داتا فور اركسوات، وسوينا اللوك اب تيبل اللي هو عباره عن تكست كان يتضمن عبارتين اللي هي الفاليو والقيمه الثانيه هي قيمه النيم مال التربه. هسه اقول له اني فاليو، فاقول له اوكي راح ينطيني هاي الخيارات 1 2 4 5 7 8 9 11. دا يقول لي هاي هو ينطيني اياها بالمناسبه، الاريا بيرسنت هو ينطيني اياها. دا يقول لي هاي الفاليو اللي هي 1 كانت شو تمثل لك؟ تغطي نسبة من أرض هاي المساحة كلها 1.83%. 2 0.01 يعني نسبة الأرض اللي تغطيها نسبة إلى منطقة دراستك هل يعني بهالمقادير. تشوف احنا أعلى شيء هي كانت مثلا يمكن هاي كانت الأراضي الجرداء، أو هسه نشوفها شنو هي 53.44. يقول لك هنا انطيني السوات كود، يطلبه من عندك السوات كود. هسه نرجع شلون أجيب السوات كود؟
اروح لهنا اسوات كود، فهسه اجي هنا بدي اروح على وين انا مخزنتهم الاسوات كود، اروح اختارهم. لازم المفروض احنا قلنا نروح على المحاضرات الاولى بالارك سواد اللي احضر بها البيانات حتى تكون حاضرة عندي، ما انه اني اضيع الوقت بيها. هاي لاند يوز كود، اختار التكست، انا مسويتها بشكل نص تكست، وتعلمنا بديش المحاضرة شلون نسوي. هسه نكبرها للشيء هذا، فنختار هن هسه الاول شيء يمثل لي ووتر، فهذا مجرد ما انه اني اختاره اروح اكتبه هنا، هو هذا اللي يريده. اغلق هاي، افتح البرنامج، هنا راح يصير طبعا ما احنا نكتبه كتابة، الاول كان يمثل لي ووتر، فهسه يقول لي هل هو يمثل محاصيل ام اربت ضمن الجروبس، اقول له اوكي. شنو رمز الووتر؟ هسه اذا افتح التكست فايل يمي من اللي سويناه من سوات دبليو اي تي ار، ابحث عن هذا الكود اللي هو دبليو اي تي ار، دبليو اي تي ار، احاول ابحث عنه، موجود بخيار دبليو اي تي ار، هذا الووتر دبليو اي تي ار. مجرد ما اختاره اقول له اوكي، ضاف لي اياه بالخيار الاول. ارجع على الخيار الثاني، ارجع للتكست اللي سويته. الخيار الثاني شنو رمزه؟ اف ار اس اتش، اف ار اس اتش، اضغط عليه كليك راح يوديني المن، اقول اختار جروب، اقول له اوكي، ابحث عن اسمه هنا اف ار اس اتش. قلنا التسميات شلون اختياراني ياهن، وهذا الشيء يمثل لي، وسوات كود، هذا السوات كود بس يمثل لي يا نوع من التراب، شنو نوع هذا المفروض انت تعرفه. هسه هنا اف ار، خليني اتاكد من عنده رمزه شنو، اف ار اس اي، هذا الاف ار اس اي اختارينا، نقول له اوكي تمام. وكذلك نروح نكمل بقية الخيارات اللي هو هسه أربعة شي يمثل لي. أروح أنا أربعة هنا شو ناطيته إنه في النباتات تنمو داخل ماء قصب السكر، فأختاره منه. أوكي أروح هنا أقول له جروبس، أوكي من الأس هنا هذا الخيار موجود، نقول له أوكي. وكذلك نكمل البقية، نختار الخيارات اللي بعده، نكمل البقية. لازم أعرف شنو رقم خمسة، شو يمثل لي الفاليو؟ خمسة يمثل لي اللي هي الأراضي الزراعية، أي جي آر إل جروبس، أوكي هذا هنا هذا الأي جي آر إل اختاريناه، قلنا له أوكي. رقم سبعة شو يمثل لي؟ أرجع لهنا، سبعة يمثل لي نوع من الأربت من المدن الحضرية، رمزها يو آر إم دي، فمن أروح لهنا أضغط عليها اختار الخيار الثاني، لان مو شرط كل الارض المستخدمه هي عباره عن محاصيل او يعني مناطق زراعيه، ممكن تكون مناطق حضريه، ممكن تكون مناطق جرداء، ممكن تكون مناطق ذات كثافه سكانيه عاليه. فمن اقول له اربن راح يعطيني خيارات الاربن، يو ار ام دي كان الرمز مالتها، يو ار ام دي، اي نعم يو ار ام دي هي هذا الخيار، هذا يو ار ام دي، اقول له اوكي. الخيار اللي بعده كذلك شي يمثل لي ثمانية، اروح على ثمانية شي يمثل لي يو ار اتش دي، ايضا يو ار اتش دي اختار اربن اقول له اوكي، اروح على اليو ار اتش دي، هذا الخيار حددته انطيته. اللي بعده صفر كان يمثل لي هو نسبة اتوقع كان يمثل لي السنو، بس السنو الثلوج احنا نمثلها كووتر لان بعدين نهايتها تتمثل كماء، فنسبة السنو هنا أول هذا ينطيني صفر، فأضغط عليه أيضا أنطي جروبس لأن الماء موجود ضمن الجروبس، أوكي أبحث عن الووتر أنطيه مرة ثانية، هذا الووتر
طيب احنا ليش نستخدم العفو هذا الووتر؟ ليش نستخدم هذا اللامب ديوزانت كفر؟ يساعدنا بايجاد الكير نمبر. اركس وات يحسب لي الكير نمبر الغطاء النباتي، فحتى يحسب لي لازم احنا ندخل له خريطة استعمال الارض. بس بقى لنا الخيار الاخير اللي هو يمثل لنا الاراضي الجرداء الباست، تقريبا من منطقة الدراسة مالتي يشغل تقريبا 53.44% اللي هي أكبر نسبة. فهسه نعطي جروب الأربن ضمن الأربن، فهسه نعطي هذا الخيار اللي هو العفو ضمن الجروبس. أكو عندي كان خيار يخص الأراضي الجرداء أو الأراضي القاحلة اللي ما تحتوي على زراعة. احنا مو المهم بالضبط شنو، المهم احنا قدر الإمكان نمثل منطقة الزراعة، منطقة الأراضي بالشيء المطلوب. هذا باستشر اللي السوات كود مالتها باست BAST. فبعد ما قلنا له أوكي، هسه كملت هاي القائمة، أروح أقول له ريكلاسيفاي، أخذ التصنيف على هذا الأساس. بعدين أحمل له اللوك أب تيبل اللي أنا مسويته، هذا اللوك أب تيبل لاند يوز كومبليتلي. هسه اروح احمل له اللوك اب تيبل، يقول لي لاند يوز لاند كفر يو اس جي اس تيبل، لو يعني يا خيار من هاي الخيار لو يوزر تيبل، يعني التيبل المستخدم هذا اليوزر تيبل. تيبل حملته انطيته اياه، دي يحمله ياخذه هنا تحمل عنده. مجرد انه يكمل هاي العمليات شوية البروسيسنج تحتاج بس وقت، فتشوفوني انا ما احب انه اخذ بها وقت هواي حتى ما يطول وقت الفيديو. مجرد ما تكمل راح انه نرجع التسجيل. فهسه تلقائيا لاند يوز لاند كفر ريكلاسيفاي كومبليتد. ايضا بعد ما حملت اللوك اب تيبل الخاص باللاند يوز لاند كفر وسابقا وضحنا عنه، تقدر مباشرة بدون ما تضغط نقطة نقطة وتحول مباشرة تحمله. يعني مو كان ما انت مثلا، يعني خلينا نجي نوضح، انا مو مسوية جدول اسمه لاند يوز لاند كفر تيبل، فمباشرة هذا الجدول، بس حتى نذكر بالجدول اللي انا مسويته، قلت لكم انه اللي يحتاج شلون يسويه يراجع المحاضرة الخاصة من سلسلة سوات هاو تو بريبير الماب اند لوك اب تيبل اوف لاند يوز لاند كفر. فمباشرة بس حتى انه اشوفكم اياه. ليش انت تقعد تروح تشتغل وتدخل قيمة قيمة؟ ما يحتاج. هذا الجدول اللي انت مسوي، هذا الجدول مباشرة، هذا الجدول سابقا هسه عرفته لكم بي فاليو وبي قيم النيم. هسه ايش اسوي؟ اني اروح لهنا اغلق الجدول، فما يحتاج بعد من ادخل هنا ما يحتاج اقول له انه اني تعال شو اسمه سوي لي هذا مباشرة. من اختار الهيدرولوجيك ريسبونس يونت راح بس خلي اسوي سيف لكل خطوة تسويها بالهيدرولوجيك اناليسيس انبوت داتا، حتى خاف يطلع البرنامج فجأة تسوي له سيف. وين راح يسيفها؟ راح يحفظها لك ضمن الـ 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 القائمة اللي هي راح تكون متحررة اللي تحفظها منها انت، تقول فايل سيف اس، تسيفها سيف اس وتختار المكان راح تنحفظ لك وتسميها مثلا سوات، تنحفظ لك بهذا الشكل بهاي الصيغة صيغة البرنامج. فيمتى ما تفتحها كل خطوة تسويها تسيفها راح تلقاها بهاي الصيغة، فهاي تفيدك، هاي تفيدك تماما. ليش؟ حتى انت خاف مثلا خطواتك ما تكملهن لاي ظرف كان ترجع لهن بعدين راح تلقاها موجوده. فهاي الخطوه راح تسيف كل شيء انت سويته، سيف سيف سوات بروجكت سيفت هناك. هسه نرجع ان من نفتح الهيدرولوجيك ريسبونس يونت لاند يوز لاند كفر واختارينا اللاند يوز اللوك اب تيبل، لا يعني بعد ما تختاره لا تسوي قيمه قيمه تقدر تسويها مباشره، تحمل اللوك اب تيبل بصيغه التكست اللي سويناها، راح هو تلقائيا يعطيك التصنيفات. تمام، تلقائيا راح يعطيك التصنيفات. قلت لك كلاسيفاي، هسه انتهينا من الخطوه الاولى. نجي على الخطوه الثانيه اللي هي سويل داتا، اريد هسه من عند السويل داتا اول شيء شنو اسوي؟ ايضا اللي لازم قبل ما تروح الى المحاضرة الخاصة بالاركسوات اللي هاو تو بريبير الماب اند لوك اب تيبل الخاص بالسويل داتا،
هسه اروح اختار هالسولر داتا، اختار لي اياها من الديسك، فتقدر تروح تختارها، بس شرط يشرط عليك من الديسك سويل داتابيس، يعني يريدها من عندك كراستر، بينما هنا تقدر تختارها كشيب فايل. يعني شوف هسه اذا حملتها من الديسك وانا مثلا هل هي بروجكتد؟ نعم بروجكتد، اروح على خيار انا وين مخزنتها اختارها، فهنا أنا عندنا فاو سويل ماب، انا مخزنتها كشيب فايل فما راح تظهر لي. فاما احولها ارجع احولها هناك كتف راستر هاو تو، يعني من عن طريق هذا الخيار اللي هو البوليجون كونزرفيشن تول، تحويل التو راستر بوليجون تو راستر، اقدر احولها مباشره واتاكد من البروجكشن مالتها. او الخيار الثاني شنو اسوي؟ الخيار الثاني اروح اني استدعيها اصلا هنا، اخليها تظهر لي على سطح واجهه البرنامج اللي خاصه هنا عن طريق الكونزرفيشن تول تراستر. ايش عندك انت تعتبر هذا يعتبر بوليجون تراستر، تحولها من بوليجون شيب فايل الى راستر، تقدر تستدعيها عن طريق الديسك اللي هي سطح المكتب، يعني عن طريق حاسبتك. الشغله الثانيه او لا شو تسوي قبل ما تختار هذا الخيار؟ تروح تحملها من هناي، وين موجوده عندك تحملها، هاي مثلا هاي الستدي اريا اوف سويل ماب فاينل شيب، اي كشيب فايل استدعيتها راح تظهر لك هنا موجوده، هياته موجوده الشيب فايل. فبما انه الشيب فايل موجود هنا اقدر تلقائيا استدعيها اني هاي الشيب فايل، اتاكد من البروجكشن مالتها، اتاكد من البروجكشن مالتها، اخفي وحده من عندهم اقولها ريموف الموجوده فقط، اتاكد من عندها لانه صارت بمكان بعيد، فاتاكد من البروجكشن الخاص بها السورس، هذا البروجكشن الخاص بها، فاقدر تلقائيا هنا أنا بعد ما انه استدعيتها اقدر استدعيها منها. افتح اللاند يوز لاند كفر داتا سويل، هسه هي ما تقدر تجي هنا، ما تقدر تسوي اوفرلابنج، هسه فاجي هنا الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اختارها، راح اقول له سويل داتا اختار منها، اقول له سيلكت فروم ماب، لان ليش انا استدعيتها اصلا اللي هنا موجوده عندي، فيقول لي اوبن، شنو كانت على شكل جريد ام شيب فايل؟ لا شيب فايل، هذا هي الستدي اريا اوف سويل ماب، هياته تقدر مباشرة تختارها، انه دا يعطيك شنو انت اللي حتسمي جريد كود مثلا النوع الاول. فهسه مباشرة بس انه ننتظر بيكون عندنا هنا ايرور، عندي مشكلة بالبرنامج نفسه، مجرد عدلت البروجكشن لان كانت عندي مشكلة بالبروجكشن. هسه راح استدعي الخريطة على سطح المكتب، على سطح الواجهة البرنامج العفو، فقط عدلت البروجكشن مالتها الكوردينيت كانت اندفاين، هاي اجت هنا انا صارت، اذا صاير بها اوفرلاب تلقائيا. هسه اني اروح شنو افتح الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اختار السويل هنا بنختاره، تلقائيا من نختاره من هنا شو نسوي؟ نروح نحدد هسه هنا من اختارينا احنا نروح نحدد العفو نحدد يعني الخيار الخاص بها اللي هي هسه انا اختاريتها من هنا السويل، مجرد انه اضغط لها من هنا الخيار اختار لي اياها من السويل من الديسك، اوكي راح يختار لي اياها من هنا، اوكي هاي اختارها لي، يقول لي اعطيني الجريد كود، مجرد راح ياخذ وقت حتى انه يسوي لي اوفرلابنج ويشوف ايش قد خريطة نسيج التربة او السويل تكستشر ومغطية من منطقة الدراسة، هل هي كومبليتد تغطي تقريبا 100%؟ لان هو يريد تقريبا كل البيزنات متغطية بمنطقة الدراسة ولازم يسوي اوفرلابنج. فهسه مجرد انه ننتظر الوقت يكمل بها، هاي مجرد انه الخيار ننتظره يكمل، يعني مجرد اني اوقف الفيديو حتى ما يصير طويل على ما يكمل البروسيسنج، لانه ما حيصير فد شيء جديد، مجرد انه يكمل البروسيسنج انا ارجع التسجيل مباشره.
حتى يكون الفيديو قدر الإمكان بأقل وقت ممكن، لأن هذا ممكن يستغرق 10 دقائق أو كذا حتى يكمل البروسيسنج، حسب طبعا مواصفات الحاسب اللي أنت تستخدمها ممكن يكون بوقت أقل. فمجرد يكمل البروسيسنج أنا راح أرجع لك تسجيل الفيديو حتى يكمل. تلاحظ هنا كمل عملية الأوفرلابنج، ده يقول لي إن السويل داتابيس سكسفلي لودد، تحملت يعني انه تمام وكبلت غطت جميع منطقة الووتر شيد باوندري، فانه تقريبا 99.83 اوكي، يعني غطت اوفرلاب، صار اوفرلاب. هسه اقول له اوكي. بعد ما قلت له اوكي هنا بنلاحظ انه منطقة السويل اجت هنا صارت. هسه نروح نكمل الخيارات اللي بعدها. الخيار الاول هسه بعد ما كمل لتحميلها اروح على الكود الخاص بها، هسه مجرد ينتظر انه يكمل التحميل حتى يتفعل، راح افعل له اللوك اب تيبل، احمل له اللوك اب تيبل الخاص بمنطقة الدراسة اللي هي ضمن قبل ما افعل حتى ما انتقل الى خطوة انا ما مسويتها، اروح على سوات بروجكت اقول له سيف سوات بروجكت، سيف لياها هاي الخطوة تمام، واروح على هاي من سيف لياها هاي تكون ايضا ضمن السيف از، يعني راح تظهر لي الطبقة بكل هاي الطبقات المتواجدة بيها. هسه اروح على اللوك اب تيبل احمله، راح يتحمل لي بصيغة يعني الصيغة اللي انا مسويتها اللي هي تكست تيبل. فهنا أنا اروح على وين المكان اللي انا مخزنة بيه الخاص بالفاو سوير ماب سوات، هذا كان عبارة عن تكست، هو نفس يعني ماكو فرق ان شاء الله، بس هو هذا هو الافضل، هو السويل لوك اب تيبل تكست، هذا اللي احمله اني اغير هنا اقول له هو عباره عن فايل تكست وليس تيبل. من انطيته هذا الخيار بعد خلاص هنا هسه راح مجرد يتحمل حتى انه يعطيني الترب وتعريفاتها. ايضا راح نسوي توقيف مؤقت حد ما يخلص التحميل حتى ما يزيد وقت الفيديو، مجرد احنا ننتظر البروسيسنج يكمل، هاي فقط يعني حتى لا ياخذ وقت الفيديو يكون طويل، التوقيف يكون هذا مؤقت. فهنا انا بنلاحظ انه اما يعطيني الفاليو ايضا راح يقسم لي الاريا كنسب، ايش قد هاي نسبتها هاي نسبتها. هسه انطي النيم، النيم شلون انطي؟ اما انطي اللوك اب تيبل كيوزر تيبل، وايضا انطي النيم، اذا اريد انطي اللوك اب تيبل فانطيه من هنا من هذا الخيار انطي اللوك اب تيبل. هسه انا حددت له يوز داتا بيس اوبشن، شو استخدم؟ اقول له يوزر سويل التربو المستخدمة. فهسه اليوزر سويل شنو خيارها؟ سويل داتا بيس اوبشن، فهسه اليوزر سويل تختار هذا الخيار اللي هو اللوك اب تيبل، تقدر تختاره منها تحمله وتسلك له، راح يتحمل. هاي تحملت، دي يقول لك انت بعد ما حددت هذا الخيار سويل داتابيس اوبشن تختار اليوزر سويل، تختار من هنا تشوز جريد فولد شنو نوعه الفاليو، واللوك اب تيبل تحمله اللي قبل شوي نوهنا عليه هذا هو. دي يقول لك ذا سويل انه بان اليوزر سويل داتابيس كوركت، اكو فد مشكله بروبلم باليوزر سويل موجودة هنا، حاول تصلحها، اكو فد مشكلة بالجدول ممكن في مكان ما. فهسه some of the soil name in the soil lookup table do not occur in the soil database they must be corrected before continue. اقول له اوكي، هسه تلقائيا انه ينطيني انه هاي القيم هاي موجودة، هاي نلاحظ هاي القيم امامنا. فهسه اذا اقول له reclassify لها هاي هي الخيارات، مجرد انه يكمل البروسيسنج الخاص بيها يسوي لها ريكلاسيفاي. بعد ما تكمل الريكلاسيفاي مجرد ناخذ وقت بسيط حتى يكمل الريكلاسيفاي. انطاني هذا الخيار بده يقول لي انه السويل ريكلاسيفاي كومبليتد اكتملت، فاضغط هذا الخيار اقول له اوكي. هسه انتقل بعدها لمن؟ انتقل للسلوب. السلوب
اللي هو شو يمثل لي؟ يمثل لي ميلان منطقة الدراسة. فأول شيء هنا أنا ما يحتاج نستدعي خريطة نهائيا، ولا عندنا لوكاب تيبل، عكس السويل داتا واللاند يوز داتا، فقط نحول نختار السلوب ديسكريبشن، الوصف مالته راح يصير ملت سلوب. شنو يقصد بالملت سلوب؟ يعني من وإلى، من وإلى هالشكل. النمبر اوف كلاسز 5، انا كان الخاص بيا 5 و4 نو بروبلم. هسه تجي انت هنا تحدد الخيارات. شو تحدد بالخيارات؟ بالكلاس الاول، الصنف الاول الموجود هنا راح تختار الخيار، تعطيه فقط الابر لان هو الاول راح ياخذ صفر، تعطيه الابر. ولازم تاخذ قيم تكون انتجر، يعني اذا بوينت كذا كذا ما راح يتقبلها، يريد قيم انتجر. فهسه راح ندخلهن قيمه للبرنامج ونقول له سوي لنا ريكلاسيفاي للسلوب. هو راح يصنف على اساس الدمبل. فحاليا وصلنا الى السلوب، نلاحظ هنا أنا السلوب مثل ما قلنا انه يحتاج من عندنا الليمت. بس انا بجد احتاج 4 5 كلاسيفاي، فاروح افتح بماب ثانيه السلوب هنا، استدعي خريطه خاصه بالسلوب. هذا السلوب اي شكل تقدر تستدعي. طيب ليش استدعيناه بهاي الصيغه؟ اروح على البروبرتيز مالته، اضغط على الطبقه، اروح على البروبرتيز، السلوب سوات، امسح الطبقه الاولى اللي هي هاي، هاي قبل القطع كانت، فهسه هي هاي اصلا من منطقة الدراسة. اضغط على بروبرتيز، اروح على السيمبولوجي خاص بها، امشي على كلاسيفايد. كم تصنيف مصنف لي اياها؟ 5. منين الاول؟ الاول من 0 الى 2.8 او تنطيه 3، انطيه رقم انتجر صحيح. فهسه اكتب مثلا من 2 الى 2.8 او الى 3 انطيه. اذا من اختار الكلاس 1 الصنف الاول يقول لي شنو هو الابر ليميت، مثلا انطيته 3 او 2.8، اقول له اد. بعدها انتقل من 2، ايش قد اعلى رقم؟ 7.04 يعني 7. هنا انطي اغير الكلاس، اقول له الصنف الثاني ينتهي لمن؟ الى 7، ضيف لي اياه. الصنف الثالث لمن ينتهي؟ نلاحظ هنا الصنف الثالث ينتهي الى 16 الابر ليمت. فهسه اروح اكتب هنا، اختار 3 واقول له 16 ضيف لي اياه. الصنف الرابع والاخير هذا هو هنا، العفو الصنف اللي بعد 16 35. فهسه اروح اكتب له 35، اختار الصنف الرابع، اكتب له هنا، اغير هذا الرقم، اكتب له 35، اقول له اضيف لي اياها اد. بعد ذلك الرقم الاخير اوكي، شلون هو ياخذه؟ لان اذا تقرا هنا منطيك الووتر شيد سلوب ستيت اللي هو الخاص مال الدب، المينيموم 0، المين هالقد، المتوسط، الماكسيموم ايش قد؟ 359. فهو يعرف هنا الماكس ايش قد ياخذ. تمام عيني. فبعد ما سوينا هاي الخيارات مثل ما قلنا ان السلوب ديفينيشن ما يحتاج لا سويل ماب ولا لوك اب تيبل، فهسه نقول له ريكلاسيفاي، عيد لي اللي التصنيف الخاص بها. فهسه مجرد ياخذ وقت بسيط حتى انه يسوي ريكلاسيفاي. حنوقف الفيديو ممكن دقيقتين او 3 او 4 يستغرق بين ما يخلص الريكلاسيفاي ونرجع نسجل، حتى ما يعتبر وقت ضمن الفيديو مال اليوتيوب يطول عليكم. مجرد ياخذ بروسيسنج، يعني احنا اذا خلينا الفيديو يشتغل الان مجرد بروسيسنج هالشكل، فننتظره يكمل ونكمل الفيديو ان شاء الله.
فالآن مثل ما تلاحظ كما عندنا الكلاسيفايد يقول لي سلوب ريكلاسيفاي كومبليتد، اقول له اوكي. بعد ما نقول له اوكي هسه نسيف هاي الخطوات اللي سويناها، سيف سوات بروجكت. بعد ذلك راح نقول له اوفرلاي. هسه نجي الخطوه اللي بعدها تقريبا لهنا، نقدر نقول انه انتهينا من الهيدرولوجيك ريسبونس يونت. بعد عندنا خطوه فقط واحده باقيه، بالمناسبة بس حبيت انوه تنويه معين بالنسبة للسويل داتا. اذا ما تريد تستدعي انت اللوك اب تيبل، تقدر بعد ما يعني تحدد الخريطة الخاصة بيك وتختار هنا الجريد الخاص بك اللي هو الفاليو، تقول له اوكي، تختار اليوزر سويل، تروح على اي وحدة تضغط عليه تقول له شقد النيم اللي خاص بيها على هذا الفاليو. اوكي، نروح هسه انا عندي 3133، شنو رمزها؟ اول وحدة هو ده يقول لك انه اول وحده رمزها هذا 3133. فهسه تروح هنا على 3133 تختار الرمز الخاص بها. تمام عيني، هذا من هنا عندك هاي التراب الخاصه بك وخاصه منطقه دراستك على اساس الفاليو الموجود. تمام، فتختار من هنا. تقدر شو تسوي؟ تفتح ماب ثاني، تحمل بيه ماب ثاني وتحمل بيه السويل داتا الخاصة بمنطقة دراستك. هسه راح نفتح ماب، هذا الماب الجديد، نقدر ناخذ من عدة تسميات منه الخاص بالسوات كود عن طريق الكود. هسه هذا ايش قد يقرا؟ 3133. فتختار سوات جروب الخاص بهذا الاسم، كل اسم عنده كود خاص، وسابقا وضحنا هذا الشيء بالمحاضرة الخاصة هاو تو بريبير السويل داتا. يعني هاي مجرد تنويه بسيط، او تقدر تحمل اللوك اب تيبل الخاص بمنطقة الدراسة بسهولة. اما هذا الخيار او الخيار الثاني، اي خيار من عندهم انت يعني يعجبك فماكو مشكلة، احنا يعني تمشي عليه انت. فهسه هنا نلاحظ انه هاي هسه هنا موجودة، اللي هنا موجودة، هاي القيم كلها موجودة. فتقدر تبنيها تستدعي خريطة السويل ماب خاصة منطقة الدراسة. هاي هي السويل ماب، اروح افعل البروبرتيز مالتها من هنا يتفعل حتى نلاحظ الاسماء الموجوده بها. سمبولوجي نختار هاي، لو اخترنا على الاسم طبقنا الال فاليو طانا نفس التسميات. هسه نجي على نفس هاي الترتيب التسميات، نختار الفاو سولر مثلا، نقول له اد هنا شنو اسمها؟ اي اكس جي 2 سي. فمن اروح على هاي اي اكس اكس كي 2 سي هنا ادور على نفس الرمز انطه اياه، ايش قد ياخذ؟ وين الاي؟ وهكذا يتم البحث عن وحده وحده اي اكس كي. مجرد ياخذ وقت لان انت على ما تبحث، فيعني انا راح اسوي لك اول وحده وتقدر البقية بنفس الطريقة تختارها. تمام، من نفس الطريقة. فهسه من هنا
مجرد نختار الكودات حتى ما يتأخر الوقت، يعني اختيار فقط منا. تروح على هاي الخيار الموجود من هنا، تحدد شنو هو الموجود، I أو L شنو الموجود، X K بعدها شنو هذا الموجود مثلا، تختار تدور تحاول تبحث عنه وتضغطه، اللي هو نفسه رمزه كان يحمل. لو رجعنا على الاس نيم الخاص به هذا وطبقناه فور الفاليو راح يعطينا هاي التسميات. فانت على اساس هاي التسميات مجرد غير، اكتب الفاو سويل قول له ابلاي او ادد فور الفاليو وامشي عليهن وحده وحده، راح يعطيك التسميات الخاصه بها. فهسه راح نسميهن وحده وحده، مجرد هيش ترتيب، مجرد حتى نوضح. شوف هسه احنا شنو هاي قد رقمها 3133، من اضغط هنا راح ضغطت قبلها اليوزر سويل راح يختار. انا قلنا من هاي نروح نحدد شنو نوع التربه، هذا شو يقول لي اي اكس كي 2 سي. فهسه انا من اروح على هذا الخيار اروح على اي اكس كي 2 سي، اوكي خاف ما متاكد انه انا هو هذا الخيار الصح. ايش قد يقرا الاس نيم مالته الفاليو 3133، هذا نفس الرقم مجاور له 3000، اقول له اوكي اخذ اول رقم. انتقل على الرقم الثاني كذلك 3137، اروح اتاكد ال 3137 شو تمثل لي، تمثل لي جي سي 36. انت اما تبحث عن الرقم هنا، هسه ايش قد يقول الرقم، يقول انه هو 3137. انت محدد اليوزر سويل، تضغط نقرتين على هذا الفراغ راح يحدد لك. اول شيء هو قلنا ضمن ال 3137، اذا هاي 1 2 3 هاي الترب، لا احنا تربنا ترب عاليه، فاروح ابحث هنا 3000 وش قد 137، هنا أنا ابحث هسه هنا 3200، اصعد هاي 3044 3137، احنا التربة الخاصة بينا هاي 3135، 3136، 3137 صحيح. وقلنا شنو خيارها جي سي 36 2 اي، هاي مثل هذا الخيار هذا، نلاحظ كلش سهلة وبسيطة اختيار هاي جي سي 36 2 على 3 اي، هاي كذلك جي سي 36 2 على 3 اي. هذا تتاكد من هذا الرقم وهذا الرقم المرافق هنا له اللي هو 3137، هذا الموجود هنا ايضا لازم يشبه الرقم الموجود هنا. بعد ما اختارنا اقول له اوكي، وهكذا تكمل الى بقيه الجدول، يكمل بقيه الجدول الى الاخير بنفس الطريقه. بنلاحظ بالنسبه للرقم الثالث هو ايش قد 3191، اجي هنا أنا ابحث بهاي الارقام لقيت هذا 3191 هذا الرقم وهاي التسميه مالته، فاضغط عليه اقول له اوكي. اذا تريد تتاكد هذا الموجود او لا، مجرد شنو اول رقم من عندي ال سي اروح على هذا، هذا نعم ال سي 9 ال سي ايش قد هنا 63، اروح اتاكد اشوف ايش قد يقرا ال سي، اذا هذا اوكي. وهكذا البقيه، البقيه مثلا هسه هذا اللي بعده 3192، اروح اضغط عليه ضغطتين، انا محدده يوزر سويل، اهم شيء تحدد هذا الخيار. بعد ذلك راح تختار ايضا تنزل على 3000 ضمن الترب العادي ايش قد 3000، 3000 ايش قد 3192، ايضا تحدد بهذا الخيار. مجرد هي رادها وقت بسيط جدا حتى تحدد تربة تربة، يمكن نسب التراب اللي عندك اقل. انا هاي الكيس استدي اللي ماخذتها هنا شوية ترابها تكون اعلى 3192، هاي 3192 هاي مثل ما نلاحظ هاي التربة 69، اقول له اوكي. وهكذا بقية التراب تكمل الى ان تخلص التراب كلها. كم سلف عندك ضمن البوليجون تقدر تحددهم كلهم. هسه راح نكمل التراب ونكمل الفيديو حتى ما يصير الفيديو طويل اكثر. بعد ما كملناها بهاي الطريقة اللي هي طريقة الاختيار او بكيفك تختار اللوك اب تيبل، لازم اللوك اب تيبل يحتوي على الفاليو شرط هاي قيم الفاليو نفس قيم الفاليو الموجودة هنا، وتطلع كل نيم هذا الاسم الموجود يمه.
فبعد ما تكمل بأي طريقة تعجبك، أما تحمل اللوكاب تيبل أو تستخدم هذه الطريقة، تروح تمشي على الخيار اللي هو تقول له ريكلاسيفاي. نفس الطريقة أنا سويت لك إياها بطريقتين، أما طريقة اللوكاب تيبل أو الطريقة الثانية هاي خاف ما علمتك عليها فرجعت عليها. هسه مجرد ما أنه يكمل يسوي الريكلاسيفاي احنا نكمل الشرح. معناه هسه ينطيني انه اكتمل انه الكلاسيفاي الخاص بي. نكمل ثلاثة السلوب وكذلك السويل داتا وكذلك اللاند يوز لاند كفر، ثلاثتهم كملوا بالنسبة لمنطقة الدراسة. هسه بعد ما كملناهم ثلاثتهم خاص بمنطقة الدراسة نسوي نطبق اخر خطوة هي الاوفرلاي. يعني شنو؟ نريد الطبقات ثلاثتها تندمج مع بعض. فالخطوة الأخيرة راح تكون هي عبارة عن overlay. المفروض أنا بعد ما كملت land use data والmap والsoil data والslope راح تتفعل بعد ما أقول لكل وحدة أكملها مثل ما تعلمنا وسوي لها reclassify، راح تتفعل بالأخير overlay حتى تتطابق كل الطبقات اللي سويتها سوية. فهسه مجرد ما نضغط احنا على الاوفرلاي راح ياخذ وقت حتى يتممها لنا. هاي احنا نشوف اوفرلاي حتى يكمل لنا اياها. مجرد احنا حنستمر انه على ما تكمل الاوفرلاي نشوف شنو راح يطلع. هي هاي خطوات الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اناليسيس الخاصه بالووتر شيد. بعد ما كملنا الووتر شيد دليليشن ننتقل بعدها ان شاء الله على المحاضره القادمه على الخطوه اللي بعدها اللي هي رايت انبوت تيبل. راح ندخل التيبلات الخاصه بالوذر ستيشن. هسه ننتظر تكمل هذه الخطوه اللي هي الاوفرلاي التطابق بين الطبقات الخاصه بالدم الاصليه الديجيتال اليفيشن موديل مع اللاند يوز داتا والسويل داتا والسلو. هذا نلاحظ بعد ما انتهى عملية البروسيسنج بعد ما قلنا له اوفر لاي دي يقول لك فينيش، نعطيك هاي العبارة فينيش لاند يوز سويل والسلوب ديفينيشن، تقول له اوكي انهاهن حتى تحفظ هاي العمليات اللي سواها وما انه تخطأ بهذا. هذا تقول له سيف سوات بروجكت، سيف سوات بروجكت. فهسه بعد ما انت سيفت السوات بروجكت لحد الان نقدر نقول انه بهاي المحاضرة انتهينا من عملية الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اناليسيس. نلتقيكم ان شاء الله بالمحاضرة القادمة. دمتم بامان الله وحفظه، واي سؤال او استفسار بخصوص الموضوع تقدرون تراسلونا على الايميل الخاص بينا اللي احنا مخليه لكم بالقناة، او تقدرون تتركون لنا كومنت ان شاء الله نجاوب عليكم. مع الف سلامة.